تقدم كحملة بالتحية لكل راغبي الترشح، ونحن ننظر لهم بعين الاحترام الواجب وندعوهم إلى خوض غمار المنافسة الانتخابية بشرف وتنافس بما يعكس الأصالة والحضارة المصرية المترسخة فينا. ونحن في حملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي على استعداد تام وكامل للتواصل مع الحملات النظيرة للوصول إلى هذا المشهد المشرف الذي يليق بمصر وبالمصريين. فهذا هو وقت العمل واستكمال الحلم وبناء المستقبل الأفضل لنا ولأبنائنا. الكلام اللي سمعناه في الحمله بيقول ان احنا داخلين على حمله انتخابيه هي جميله تليق بالدوله المصريه وتليق بالشعب المصري، هيكون فيها تنافسيه، واحنا نحب ان مرشحنا رغم الشعبيه الجارفه اللي هو بيتمتع بيها والانجازات اللي هو حققها، اللي احنا عايزين نشوفه بيفوز في انتخابات نزيهه وحقيقيه، وده اللي هيحصل ان شاء الله. طبعا الحمله ادت صوره منطقيه وموضوعيه لما قد يحدث في الإطار بتاع الحملة والدور اللي هتأديه الحملة الإعلامية، وإزاي هيتم التنسيق مع الجهات والأحزاب وكافة القوى الموجودة على الأرض للاستفسارات والرد عليها، باعتبار أن دي حملة مهمة وحملة تعبر عن الرأي العام وعن المسار الانتخابي اللي جاي ان شاء الله. طبعا احنا ككيانات شبابيه كنا موجودين اكتر من 20 كيان شباب، النهارده بيضم اكتر من 800 الف شاب على مستوى الجمهوريه من جميع المحافظات. انا جاي من سوهاج مخصوص، انا ومجموعه من شبابنا من شباب المحافظه، بنقول احنا مع سياده الرئيس وداعمين للحمله ان شاء الله. وطبعا كان في استفسارات كتيره موجوده النهارده استفدنا منها على اساس ان احنا نرد على شبابنا.